بالاشاره بالفعل لغزه حضره العميد يعني كيف يفكر هذا العقل العسكري الاسرائيلي عندما يريد بهذا الدمار الكبير وبمعاقبه المدنيين ان يضغط على المقاومه فعلت وجربت وحاولت ذلك سابقا في غزه للقضاء على الحاضنه الشعبيه للمقاومه وهي تفشل حتى في القضاء على المقاومه، بالتالي صحيح. لماذا تكرر نفس السيناريو هنا والنتيجه معلومه. هي هي يعني كخطه تكتيكيه في حينه يعني تحصل على ما تريد ولكن على المستوى الاستراتيجي لن تصل الى شيء، يعني المقاومه لا في غزه تستهدف العدو الاسرائيلي وتكبده خسائر فادحه حتى اليوم رغم كل هذا الدمار الذي قامت به بدات المقاومه في غزه باستهداف العمق الاسرائيلي حتى في حتى تل ابيب وحتى بشن هجمات يعني كوماندوس على القوى الاسرائيليه وتكبده خسائر فادحه في لبنان نفس الشيء يعني ما قامت به اسرائيل من كل هذا الدمار نرى ان المقاومه في جنوب لبنان تصدت بشراسة للتقدم الإسرائيلي أربع فرق تقريبا أربعين ألف جندي يعني وفيها فرق نخبه لم تستطع ان تخرق الحدود اللبنانيه، لبل كبدت خسائر فادحه البارحه حتى انتشال القتلى والجرحى لم تستطع ان ت... <applause>